احنا ما حرقنا شجره ولا نددنا بشعارات ضد بلدنا ولا هوسنا بشعارات تؤجر بها دول الجوار. على ماذا هذه الشعارات؟ على خراب العراق من قبل دول الجوار؟ على ماذا هذه الشعارات؟ دمار وسلب إرادة الشعب العراقي. وللعلم ما دار بالعراق على مدى يومين أمر دبر بليل، ونحمل أحزاب السلطة مسؤولية ما جرى. ومن شعارات رددت على السوشيال ميديا كونها لا تمت لنا بأي صلة، ونحن من ساحة التحرير نقول لكم إن شاء الله باقين ومستمرين على سلميتنا وعلى عراقيتنا. هم اتبعوا الاتجاه الإيراني، حتى شعاراتهم كانت يعني مو عراقية خالصة، قالوا إيران تبقى حرة، وهذا كلام غير منطقي وكلام غير مقبول، وسقط تظاهراتهم. حافظنا على سلميتنا، دعونا إلى نسحب باتجاههم، لكن احنا متظاهرين متحضرين، عندنا مبادئ، عندنا إرادة واعية. ميزنا بين الصواب والخطأ، يعني اليوم رد فعل، لكن مو هذا رد فعل، رد فعل أعتقد ما كان حضاري، ما كان ضمن الدبلوماسية المطلوبة.